أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم ولقاء جديد وحلقة جديدة من مطبخ منال العالم. إن شاء الله تكونوا مستعدين وجاهزين لنتعرف على وصفة أو الطبق اللي حنقدمه اليوم. حنقدم طبق حلويات اسمه كتير شهير، ولكن مش عم نستعمله إحنا كتير بالطريقة اللي حقدمه فيها. إحنا اليوم حنعمل الشباتي المقلي على شكل هيك حلويات بالسكر. دائما الشباتي بناكله مالح مع عسل مشوي، بيبقى شوي طبعا على الصاج، بس ما فكرنا في يوم نقليه. وصفة كتير لذيذة. نشوف مع بعض المكونات. المكونات عندنا كتير بسيطة. هحتاج طحين، أنا عم بستعمل الطحين الأبيض اللي هو كافة الاستعمالات، وعندي الطحين الأسمر اللي هو بيبقى طبعا جزء من الردة موجودة في داخل الطحين. عندي ملح، كركم، وشوية هيل، ومي، وسمن. ممكن بدل السمن استعمل اذا حبيتوا الزيت، او اذا حبيتوا الزبده ما في مشكله عندي، بس طبعا انا بحتاج حوالي معلقتين كبار من السمنه. اعزائي المشاهدين، احنا بنستعرض دائما المكونات تتعرفوا عليها، والمقادير بتبقى موجوده في اخر الحلقه مكتوبه بنظام كتير مريح لكم. نبتدي نجهز العجينه. العجينه هذه ما فيها خميره، ولكن برضه لازم نعطيها وقت انها ترتاح حوالي ساعه قبل ما نشتغل فيها. وهي طبعا عجينة الشباتي اللي الكل بيعرفها. في عنا اقتراحين، طالما حبيتوا انتوا تجربوا عجينة الشباتي ممكن تاخذوا الوصفة تعملوها أرغفة شباتي، تحشوها بأي ما شئتم من الموالح، وبرضو تستعملوها للحلويات. بثبت مضرب العجين في وعاء الخلاط، وأبتدي أضيف الطحين بنوعيه، اللي هو الطحين زي ما قلنا الأبيض أو المتعدد الاستعمالات، والطحين الأسمر. حضيف الملح والكركم. الكركم حيعطيها لون كتير لطيف هيك على صفار، او اذا ما حبيتوا الكركم ممكن تحطوا قليل من اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللي هي الصبغه اللي بنستعملها للكنافه، واذا حبيتوا تحطوا هيل في داخل العجينه وبرضه في الخارج، الاثنين بيعطوني طعم لطيف. بشغل لتختلط بس مع بعضها، وأبتدي أضيف السمنة، أشغل بس لتتفتت السمنة وتمتزج مع الطحين قبل ما أضيف المي. وبعد هيك أبتدي أضيف المي. طبعا بضيف المي أثناء تشغيل الخلاط وأنا مثبتة مضرب العجين. العجينة هون شوي بتكون قاسية عندي، ناشفة يابسة، يعني مش عجينة طرية زي اللي بنعملها لعجائن الخميرة، فخلوا بالكم. هلأ شوي شوي بتلاحظوا إنها كانت مفتتة، بس حتندمج وتلزق مع بعضها، ولكن حتبقى لازم تبقى سميكة وتقيلة. بخليها هيك تنعجن كويس. وبنحتاج ممكن ناخذ طبق بالشكل هذا، هنحتاج هلا على الكاونتر شوية طحين. شغل بس احاول شويه تبدا تلم على بعضها. باخذها هلا وابتدي اشكلها بايدي. كل ما كانت العجينه سميكه كل ما كان افضل، وهي طبعا اعزائي من اساسيات عجينه الشباتي، لانه هلا بس ترتاح حتقعد شوي هيك وتلم على بعض، فحاولوا انكم ما تحطوا عليها اي سوائل. كل ما كانت يابسه كل ما كان عندي افضل. ببتدي المها على بعض بالطريقه هاي. يمكن يخطر على بالكم انها كتير ناشفه، لا، هلا بس ترتاح حتشوفوا كيف كتير بيبقى قوامها لين جدا. بحاول ألمها كلها على بعض بالشكل هذا. وخلوا بالكم لما ترتاح ما حيتضاعف الحجم، حتضلها زي ما هي، لأنه هذه مش عجينة خميرة زي ما بنقول، بيبقى
حجمها بيصير دبل، لا بضلها زي ما هي بنفس القوام وبنفس الشكل، بس بتصير لينة أكتر. ببتدي هلأ أخليها في طبق جنبي بالشكل هذا. خلينا ندم بردك هدول على بعض بطريقة هاي. خلوا بالكم ما تحاولوا تزودوا أي سوائل، لأنه بهمني كتير تكون كتير ناشفة. كل ما كانت ناشفة أكتر كل ما عملت لي نتيجة أكتر، وعطتني هيك لما تقلوها بتصير منفوشة بشكل كتير رائع. هغطيها بالنايلون وأسيبها في مكان دافئ، وأبتدي أعزائي المشاهدين أجهز خطوتنا التالية. خطوتنا التالية، هلأ عندي العجينة خامرة ومرتاحة، وزي ما شفتوا المقاس نفسه ما تضاعفت في الحجم، بس طبعا اللون صار عندي أصفر أكتر. ببتدي أخذ قطعة بالطريقة هاي. هنحتاج رشة طحين كمان. بحاول هيك أقطعها إلى قطع صغيرة، ممكن هذا المقاس معقول حسب ما بدكم أنتم، بدكم حجم القطعة الحلو تبقى كبيرة صغيرة بتقدروا تتحكموا فيها زي ما حابين. أوكي. ببتدي هلأ باخد قطعة وأفردها شوي شوي لشكل قرص، لا يبقى سميك كتير ولا رقيق كتير. خلوا بالكم كل ما كان رقيق كل ما نفشت مع بعض أفضل، بسيبه يرتاح ما أشتغل فيه على طول، يفضل إنه أسيبه ترتاح هيك، يعني أبتدي أفرد الكل مرة واحدة وبعدين أشتغل مرة واحدة. نحط دائما رشة طحين خفيفة عشان ما تلزق معنا على الكاونتر. في ناس بيفردوها بالزيت برضو بيمشي الحال، إذا حبيتوا تفردوها بالزيت، بس الطحين عندي هون معقول، هاي كبيرة شوي ممكن احنا نزودها بالطريقة هاي. إذا لاحظتوا العجينة ما عم تفرد معاكم بتبقى مش خامرة كويس، فسيبوها ترتاح برضو لبضع دقائق. ناخذ واحدة كمان ونبتدي نشوف أعزائي المشاهدين طريقة القلي وتقديم هالشباتي اللطيف. هحتاج جاهزين، هنحتاج نقطعهم الى انصاف، ممكن ناخذ الطريقه هاي. يبقى عندي جاهزين للقلي، ونبتدي نسخن زيت غزير. نعمل تجربة بسيطة، هل الزيت جاهز؟ تمام. نبتدي نحط قطعة، ما نحط كمية كبيرة في الأول عشان يعطونا مجال إنهم يفتحوا هيك وياخذوا راحتهم في التقليب، فأرجو إنكم تكونوا صبورين شوي. بنحاول نقلبها على الناحية الثانية، أول ما تطلع على السطح الزيت بنحاول نقلبهم عدة مرات، يعني طول ما انتم بتشتغلوا حاولوا تقلبوهم عشان يتغطوا بالزيت على كل الجوانب. خلوا بالكم الأطفال هون ممنوع، ماما فقط هي اللي بتقلي الشباتي. مهم جدا اقلبهم على الناحيتين أعزائي المشاهدين عشان تاخذ زيت حار من الطرفين أو من الجانبين. هحتاج قطعة من ورق المطبخ، وطبعا دائما دائما ننقل على قطعة من ورق المطبخ زي ما تعودنا دائما. لاحظوا كيف نفشوا بشكل كتير لطيف. نحط واحدة أو اثنين كمان. نستنى هيك ياخذوا اللون الذهبي ونبتدي بردك. شوفوا اللي حطيتهم جداد برضو على طول نضلنا نقلب.
عشان من ناحيتين هيك يبتدوا ينفشوا بشكل لطيف. اولها ما بيكونوا هيك نفشين، بس على طول بتلاقوهم عطوكم اللون اللطيف. هلا ببتدي شوي شوي اضغط عليهم عشان ياخذوا التحمير، لانه بصيروا هشين شوي فبيبقى صعب انهم ينزلوا في الزيت، بس بحاول لغايه ما ياخذوا اللون حلو. لاحظ كيف نقلبها هذا شويه، شفتوا بتغلب شوي انها تنقلب، ما بتسمع الكلام. اوكي نقلب الناحيه الثانيه كمان. اعزائي المشاهدين هلا الشباتي اخذ اللون اللطيف هذا، كثير شكلها حلو، واحطها على قطعه من ورق المطبخ. وطبعا خطوتنا الثانيه انه حنرش عليها السكر. خلينا نشوف اعزائي المشاهدين طريقه التقديم للشباتي.